الو، ايهان خانو؟ ايه وشايفتك. الو فرهاد، لازم نحكي عن قصة مهمة. طيب سكري وبرجع بتصل فيكي. في قصة ضرورية ممكن نحكي شوي؟ تفضل قول. الحقيقة قصة إنه يضل النائب يجيد بالسجن كل هالمدة شغلة غريبة كتير. شو يعني؟ يعني أخوك نائب وعلى الأغلب تعرض لشي شخصية مهمة كتير، وهدول الناس بيعرفوا منيح كيف ينتقموا. هذا هو اللي بعرفه. طيب شو فينا نعمل؟ فيني حل القصة، رح أتولى القضية. شكرا لك. ايه بس يمكن ينسجن فترة، لازم تخبروا عيلته مشان ما تقلق. ماشي مو مشكلة ابنه، رح نحل هالقصة. بقصد أنا رح حلها. سلام. تفضل فرهاد. الو دكتورة، تركي شغلك وروحي لعند سونا فورا. انت شو عم تحكي؟ لسه هلأ سكرت التليفون بوشي وقلت لي ببقى بحاكيكي بعدين. روحي فورا لعند سونا، عم تفهمي؟ انا كمان جاية. يلا خلص رايحة. يا اخرس لازم نروح، اخوك هيك امر، رايحين على بيت يجيت. اضغط عليهم قد ما بتقدر، المهم انه انا ما انازع. لوين بدك توصل بالاخير؟ ليش شو عملت؟ انت اللي ورا فوتت يجيت على الحبس. انا ما بقى اتحمل اتهاماتك الي يا فرهاد. لازم ما تنسى انه انا عملت كل شيء مشان اخوك. الناس كلها بتعرف انت شو عملت وشو اخي يجيد. من هلا بدك تحكي بصراحه وبلا لف ودوران، صحيح الكلام؟ صحيح، ما بظن انه هذا الشيء سر. عم حاول طلع اخوك من السجن كرمالك انت وبس، بس ما بيبين معك. لكن طالعه فورا، بدي يطلع من السجن فورا. كنت عم احكي مشان ما فيهم يفرجوا عنه قبل ما تكمل التحقيقات. على اساس ما فيك تغير التحقيق؟ ولا هلا ما بقى تقدر على شيء؟ هاي القصة كتير حساسة فرهاد، الجماعة ما بدهم يبينوا عم يتجاوزوا القانون كرماله، لهيك عم يضلوا بعيدين. بس لا تقلق أبدا، بدي حل القصة بأسرع وقت. صح أنت مواثق فيني، بس رح طالع لك أخوك من السجن. بدي أخي يكون الليلة برا، مستعد أعمل أي شيء لحتى أخي نام ببيته الليلة. عم تفهم علي؟ لازم يكون جمرته وابنه الليلة. ما تخليني أتصرف بطريقة تضايقك.